السلام عليكم. طلاب اليوم راح نبدأ إن شاء الله بالمحاضرة الثانية. المحاضرة الثانية اللي هي وصلنا لحد روتري بام. أخذنا بذيك المحاضرة السابقة أنواع المضخات، تعريف المضخة، تعريف عملية الضخ، تصنيف المضخات. صنفنا المضخات إلى نوعيتين رئيسية اللي هي البوزيتيف ديسبلاكمنت، والبوزيتيف ديسبلاسمنت تتفرع عندي الى فرعين اللي هو ريسيبروكيتنج بام والروتري بام. ريسيبروكيتنج بام اخذنا التعريف مالته، اخذنا مبدا العمل مالته واخذنا الاجزاء مالته، ووصلنا الى اليوم الى النوع الثاني من البوزيتيف. النوع الثاني من البوزيتيف اللي هو الروتري بام. الروتري بام اللي هو move liquid using rotating part اللي هو يحرك السوائل باستخدام الأجزاء الدوار. والروتري بام راح يكون efficient، يعني very efficient، يعني جدا كفو، بسبب خطوات إزالة الغاز الطبيعي خلال الأنابيب. يمتاز هذا النوع من المضخات بعدة امتيازات اللي هي الـ Features of Rotary Pump. أول نوع اللي هو راح يكون أول خاصية يمتاز بها اللي هو الـ Design Simple Small Size Easy Maintenance، يعني راح التصميم مالته يكون بسيط، حجمه صغير، سهل الصيانة. والبامنج ليكويد وعملية ضخ السائل راح تكون بقوة وانسيابية عالية، راح تكون بقوة وانسيابية عالية. الامتياز الثالث اللي هو الكيرنس بتوين روتاتينج اند ستاشينري سيرفيس، يعني المسافات الحافات المسافات الموجودة بين السطوح المتحركة والثابتة يجب أن تكون مغلقة لمنع رجوع السائل من الدسشارج إلى السكشن، يعني من الخروج إلى السكشن. والامتياز الرابع يكون speed of pump slow and steady، يعني يكون المعدل سرعة المضخة يكون بمعدل ثابت وسرعة عالية. والامتياز الخامس اللي يمتاز بيه انه اللي يكون لا يحتوي على صمام عدم الرجوع. هاي بالنسبة للخمس نقاط راح تكون مميزات الروتري بام. الروتري بام classification into the many type، يعني راح يصنف الى ثلاثة انواع حسب الحشوة الموجودة داخل المضخ. النوع الاول اللي هو الجير بام. الجير بام مثل ما تشوفون هذا بالصورة يكون السنون مالته متعشقة واحد ويا الاخ، فالسائل يدخل من السكشن وراح يلقى ذني السنون قدامه وراح تفتر، طبعا ذني يفترن عن طريق شفت وماطور، وراح يخرج السائل بالاتجاه الاخر. هذا بالنسبة للنوع الاول اللي هو الجير بام. النوع الثاني اللي هو السكرو بام اللي هي المضخات اللولبية. المضخات اللولبية اللي هي مثل ما تشوفون بالصورة هذه تكون على شكل لولبية ومتعشقة واحد ويا الأخ، هذا احنا نسميه اللي هو السكرو بام. وعندنا النوع الثالث اللي هو الموفينج فين رام بام اللي هو الريشية. طبعا هذا النوع من المضخات اكثر استخداما عندنا، تشوفون هذا لان احنا نسميها ريش المضخة، فالسائل يدخل منها راح يلقى الريش راح تفعى وراح يخرج من الدسشارج مثل ما تشوفون بهاي الصور الموجودة. هذا بالنسبة للأنواع الروتري. نجي هسه على السكند. هذا السكند اللي هو النوع الثاني الرئيسي من المضخات، يعني النوع الأول
البوزيتيف ديسبلاكمنت، البوزيتيف ديسبلاكمنت تفرع الى فرعين اللي هو الريسبروكيتنج بان والروتري. هسه النوع الثاني الرئيسي من المضخات اللي هو السنترفيوجوال بام. فتعريف المضخة اللي هو عبارة عن مضخة طرد مركزي، مضخة الطرد المركزي. مضخة الطرد المركزي التعريف مالتها يكون بسيط، اللي هو عبارة عن هيدروليك ماشينز اللي هي معدة هيدروليكية تحول الميكانيكال انرجي انتو بريشر انرجي، يعني تحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة ضغط. وطبعا هذا النوع من السنترفيوجوال بام اكثر شائعة، اكثر شائعة من بقية الانواع بواسطة انه يستخدم بتحريك السوائل خلال حزمة الانابيب بايبنج سيستم سبيشال، يعني خاصية نظام الانابيب، تحريك السوائل في خاصية نظام الانابيب اللي هو اكثر استخداما عندنا بالصناعة النفطية. نجي على المميزات مالته، الادفانتج اوف سنترفيوجوال بام. المميزات مالته اللي يمتاز بيه هذا انه ليس كوستلي اللي هو يعني قليل التكلفه، يعني الانتاج مالته ما يكلف هواي. الثاني شغله اللي هي الريكواير ليس مينتيننس اللي هو قليل الصيانه، ليس سبيس اللي هو المساحه مالته تكون قليله، يعني ما يحتاج الى مساحة كبيرة. والرابع اللي هو deliver on uniform flow راح يؤدي الى تدفق، يجهز تدفق منتظم، يجهز تدفق منتظم. هذا بالنسبة لمميزات او الامتيازات اللي يمتاز بها centrifugal pump. بالنسبة للworking principle للcentrifugal pump، working principle مبدأ العمل مالته وين liquid، وين liquid enter the pump impeller، يعني عندما يدخل السائل الى البشارة. الامبلر اللي احنا نقصد بها البشارة، البشارة اللي موجودة بكل مطولات المضخات الدوارة. الروتري موشن يعني الحركة الدائرية الناتجة من هذه البشارة هي عبارة عن كاينتيك انرجي اللي هي عبارة عن طاقة حركية. transfer the liquid and velocity increase، يعني السرعة هاي الطاقة الحركية راح تعمل على زيادة سرعة السائل، راح تعمل على زيادة هاي الطاقة الحركية الناتجة من البشرة، راح تزيد سرعة السائل الموجود داخل المضخة اللي هو عبارة عن kinetic energy of liquid increase، يعني الطاقة الحركية للسائل سوف تزداد. وذا liquid يعني ونتيجة انه الجريان المنتشر الناشر فالبرجر energy increase، يعني طاقة الضغط سوف تزداد والvelocity decrease سوف تقل. فإذا عندما يدخل السائل إلى المضخة، إلى المضخة وإلى البشارة تحديدا، راح تتحول الامبلر إلى كاينتيك انرجي، إلى طاقة حركية، وهي الطاقة الحركية تعمل على زيادة، على نقل السوائل وزيادة السرعة مالته. فإذا الكاينتيك انرجي اوف ليكويد انكريز سوف تزداد. هذا بالنسبة للبرنسبل working اللي هو مبدأ العمل الملخي. هذا الصورة اللي تشوفوها هي عبارة عن مضخة طرد مركزي. تشوفون الاختلاف بيناتهم، يعني إذا تركز بالصورة بين هذا صورة السنترفيوجوال بام والروتري بام راح تلقى اختلاف بالتصميم مالته. هذه اللي هنا هي الامبلر، هذا سكشن اللي هو الدخول، يعني المادة راح تدخل بهذه الطريقة. و
وهذا الديسشارج اللي هو الخروج، وذني الفن اللي هي الريش التابعة للإمبلر. طبعا هنا اكو شيفت، والشيفت مرتبط بمحرك، هذا المحرك هو راح ينقل الحركة الى الشيفت ومن ثم الى الإمبلر ومن ثم الى السائل. يعني السائل ما راح يدخل منه، راح تفتر البشارة وراح يخرج من الديسشارج. هسه نيجي على الـ Part of Center Visual Pump، أجزاء ضاغطة الطبل المركزي. هذه صورة على مضخة متكاملة، أيضا هنا السكشن وهنا الديسشارج، وهاي الإمبلر، وهذا الشفت الناقل للحركة، وهذا الكيسينج. يعني هذا نموذج للمضخ. هسه نيجي على الناس صنفنا الأجزاء مال المضخة عدة تصنيفات. أول شيء اللي هو الروتري كومبويت، يعني المجموعة الدوارة، شكو شيء يفتر بالمضخة. فالروتري كومبويت كومبرايزد اوف ذا ان امبلر اند شفت، الشيء اللي يفتر داخل المضخة هو عبارة عن بشار والشفت اللي عن عفوا عن بشارة والشفت اللي ينقل الحركة. فالامبلر، نيجي على الامبلر اللي هو روتاتينج سولد ديسك وذ كورفيرت بلز ذات بروفايد ذا سنتر فيجوال اكسلريشن تو ذا ليكويد. يعني تعريف الامبلر عبارة عن مقطع صلب دوار مقوس له شفرات مقوسة يجهز الطرد المركزي للسائل. هذا بالنسبة للتعريف الامبلار. نيجي على classification للامبلار، يعني هنا راح نصنفها لعدة طرق، أي عدة قواعد. أول قاعدة اللي هو حسب major direction of flow، يعني راح نصنفها على أساس اتجاه الدوران. البشارة هنا بها عدة أنواع، البشارة عدة أنواع، أول تصنيف لها على أساس اتجاه الدوران اللي هو عندنا ثلاثة، اللي هو الباكورد يعني مقوس إلى الخلف، راديال كورفيرت اللي هو مقوس شعاعي، والفورورد اللي كورفيرت اللي هو مقوس إلى الأمام مثل ما موجود بهاي الصورة. يعني هذا الباكورد، هذا الراديال، هذا الفورورد، يعني هاي مقوسة إلى الخلف، مقوس شعاعي. تشوفون يعني على التقويس اللي داخل البشارة، هذا شو هذا التقويس مالته، هذا له تأثير على جريان السوائل. هذا شعاعي، يعني لا مقوس إلى الخلف ولا إلى الأمام، تكون يعني على شكل متوسطة التقويس، وهذا مقوس إلى الأمام. التصنيف الثاني للإمبلر على أساس سكشن، على أساس نوع السحب، على أساس نوع السحب، يعني المادة الداخلة إلى المضخة. عندنا اثنين، أول شيء اللي هو single suction liquid inlet on one side، يعني الدخول إلى المضخة راح يكون باتجاه واحد، يعني لاين مربوط على مضخة وهاية. وأكو نوع ثاني اللي هو double suction، يعني liquid inlet impeller سمات ريكلي فروم بوث سايد، يعني راح يكون بشكل متماثل من الجانبين، يعني هذا الجانب راح يدخل مادة وذاك الجانب ايضا هم راح يدخل مادة، فيكون هذا دبل. وعندنا تصنيف ثالث للامبلر على اساس الميكانيكال ستراكشن، اللي هو على اساس كونستراكشن، اللي هو على اساس التركيب الميكانيكي، أساس التركيب الميكانيكي، يا ما يكون مغلق أو مفتوح أو نصف مفتوح مثل ما موجود بهذه الصورة. يعني هذا تكون الإمبلار تكون مفتوحة، ما وراها جدار ولا قدامها جدار، والنصف مفتوح يكون خلفه جدار، والكلوز يكون بعدها من الأمام تكون بين جدار، والبشار تكون بالنص.
هاي مثل ما موجودة بالصور. والنوع الثاني من الأجزاء طبعا دنيش الحكي اللي حكيناه كله تخص الإمبلال، تخص البشارة، يعني مجرد صنفناها حسب مثل ما قلنا حسب القواعد الرئيسية، حسب التركيب الميكانيكي، حسب نوع السحب وغيرها. النوع الثاني اللي هو الشفت، طبعا ذني احنا بدنا نحكي على المجموعة الدوارة اللي تتحرك، اللي هو الشفت. الشفت هو عبارة عن ترانسفير موشن فروم موتور درايف تو امبلر، يعني الشفت عبارة عن ناقل للحركة من الموتور إلى المحرك. والنوع الثالث اللي هو سليب شفت، اللي هو بطانة الشفت. بطانة الشفت اللي هو يحمي المضخ، عادة يحمي المضخة، يكون لحفظ المضخة من الإيروجين والكروجين، يعني من التآكل والبرادة. وكذلك له سيال تشامبر، له غرف محكمة مثل ما موجود هسه بالصورة. هذا غطاء الشفت، يعني الشفت اللي راح ينقل الحركة من المحرك إلى المضخة راح يكون داخل هذا الغطاء، وهذا الغطاء راح يحمي المضخة من التآكل اللي ممكن أن يحدث، ومن البرادة اللي تنتج من التآكل، فيحافظ على المضخة. وبي تكون بي مثل، يعني أنا بالعامية أسميها مثل الواشرات، غرف محكمة لمنع التسرب. نيجي على النوع الثاني من الأجزاء. قلنا من الأجزاء الدوارة حكينا على الإمبلر وتصنيفاتها، حكينا على الشفت وغطاء الشفت. السلبي اللي هو ستاشنري كومبوينت، اللي هو المجموعة الثابتة، المجموعة الثابتة اللي ما تتحرك بالمضخ. أول جزء اللي هو الكيسينج، الكيسينج عبارة عن it is curved final increasing in area to the discharge port، يعني عبارة عن قمع، عن قمع مقوس، عبارة عن قمع مقوس، مساحته تزداد باتجاه بوابة الخروج، مساحته تزداد إلى بوابة الخروج. The area cross section increase، والمقطع العرضي، مساحة المقطع العرضي له تزداد. هذا بالنسبة للكيسنج. السيل تشامبر عن شيفتنج بوكس، اللي هي صندوق الحشوة وغرفة مانعة التسرب. سيل تشامبر عن شيفتنج بوكس نستيل بتوين شيفت اند كيسنج، يعني هذا اني تكون مزروعة أو مغروزة بين الشفت والكيسنج. ذني يعني احنا بالعامية نسميها مثل الواشرات، يعني تكون محطوطة بين الكيس والشفت على مود تحافظ على المضخة من الليكات، من الليكات اللي ممكن أن تحدث. والجزء الثالث اللي هو الكلين، اللي هو السدادة. طبعا السدادة هنا very important part، يعني جزء جدا مهم لمنع، زين، لمنع التسرب. سيل تشامبر لمنع التسرب، يعني جزء جدا مهم في منع التسرب وصندوق الحشوة. والأربعة اللي هو البيرنج، البيرنج هاوسينج اللي هو غرفة حاملة العفو البيرنج هاوسينج اللي هو غرفة الحوامل، البيرنج هاوسينج اللي هي اللي تحمل الشفت. بيرنج هاوسينج احنا نسميها بالعامية البيرنج، اللي هي تحمل الشفت، يعني ترفع الشفت ويكون الإسناد مال الشفت عليه. إذا هي عبارة عن حمالات لحفظ الشفت، عبارة عن حمالات لحفظ الشفت من أنه خف ينكسر، يعني يصير عليه لود وينكسر نتيجة الاستخدام.
هذني بالنسبة للأجزاء الثابتة. وعندنا مجموعة، يعني صار عندي مجموعة دوارة ومجموعة ثابتة، وعنده هسه الاكسيلياري كومبويت اللي هي المجموعة المساعدة. هاي المجموعة المساعدة يجب أن تتوفر في كل مضخة. مثل ايش هاي المجموعة المساعدة اللي هي تيوبينج، يعني أنابيب، وبايبينج ايزوليتنج، أنابيب عازلة، وفالف وكنترول فالف يعني صمام سيطرة، وتمبريتشر جيج قياس لدرجة الحرارة، وثرموكابل اللي هو مزدوج حراري، والبرجر جيج اللي هو قياس لدرجة قياس الضغط. ذني كلهن يعني يجب أن تتوفر عند كل مضخ، فتحفظون من عدة كم واحد، فده 4 من عدة خاف فيجي كسؤال أو كفراغ. اللي هنا إن شاء الله انتهت محاضرتنا، تحفظون. أنا يعني صورتها وأشرتها بالألوان، فتحفظون ما مؤشر لكم بالصور اللي أنا دزيت لكم إياها. وأي استفسار أنا موجود طيلة وقت المحاضرة. مع الشكر.